أجدد التحية بكم أنتم مشاهدينا الكرام الذين تتابعوننا في هذا العدد الجديد من برنامجكم نيو ميديا على قناتكم نيو ميديا. موضوعنا لنهار اليوم الفنان الجزائري بين الواقع والتحديات، وأرحب بكل من التحق بنا للحظة لمتابعتنا في هذا العدد الجديد. خليني نوصل معك سعاد سبكي. قبل الفاصل كنا تحدثنا على تهميش مسؤولية قطاع الثقافة للفنانين في الجزائر. ياسين قال كلمة اللي هي أين هي نقابة الفنانين؟ نرجع فقط أنه الحلقة اللي فاتت كنا تصلنا مع زكية محمد، قالت في الاتصال نتاعها قالت أنه قريب درنا نقابة في عهد خالدة تومي، وهي اللي منعت من تأسيس هذه النقابة للدفاع عن حقوق الفنانين. تفضلي. على بالك دوك بركة واش قلت لها عزيز؟ قلت له عييت، على بالك غادي أني نشفل الجزائر قديمة، على بالك عييت من كومباطي. تو اريف ان مومون ان ارتيست ميم الفنان، انا كفنانه نهضر على روحي كما كنت نهضر على هذاك. ضربنا مع الزملاء مع الاصدقاء، ضربنا يعني حبينا نديرو حاجه، حبينا النقابه، حبينا ستاتو، حبينا نولو فنانين كيما الفنانين الاخرين. كي نروحو نخدمو البروديكتور ما يقعدش يساوم فينا، كلشي بطاطا او ما عندناش. ومن بعد انتيا والله العظيم راكي بنت وين بنت الدار، خلصني على انا بنت الدار. البروديكتور باش يخلصك يطفي التليفون، خلاص الفيلم يطفي التليفون. سفرينا بزاف. بالك اللي كانوا قبل من الناس صح سي فري ايزون سوف، مي حنا الجيل كما قال ياسين، حنا واش خلاو لنا؟ كاين سوفرانس مو سوفرانس. نحوسوا على الانتاج في المسرح، نحبوا نخدموا اونتر نو، كاين يكسروك نورمال. واش قالت الفنانه زكيه محمد؟ يا وداد الستاتيو انا من هاللي شفيت على روحي، وحنا نهضروا على الستاتيو ما بانش الريحه ديالو، ما تبانش يكون هكذا جايزه هاو قريب هاو جاي هاو بعد راح. سعاد ما كاش اراده سياسيه، ما كاش اراده، هذه هي شوف ما راحش يكون الناس تهضر، لازم يكون اتحاد. وعلاش ما كاش اراده؟ ما راحش يكون. انا نقول لكم ما يكونش ستاتيو وما يكون كما قال ياسين جامي يكون، بس احنا اون ديرونج الفنان الجزائري اون ديرونج. لو كان الفنانين يتحدوا ونديروا كما قال ستاتيو تولي حاجه عظيمه، والناس حراك فني، حراك فني، يخافوا الفنان، يخرجوا بالخميس حنا الجمعه، يعودوا يخافوا الفنان بيان سور، يعودوا يخافونا باسكو لو كان دارونا ستاتيو خلاص الخيوط خلاص. والله نقول لك والد، والله تفضل شوف 57 سنه يعني في 57 سنه ما قدرتش هذه الدوله تنستوري ان ستاتيو دو لارتيست. يعني في 57 سنه ما عندناش الناس يفكروا، ما عندناش الناس يخموا يا سيدي كي تغيب لنا كاع نحكموا ستاتيو دو لارتيست تاع فرنسا، ونحكموا تاع مصر، ونحكموا تاع تونس، ونحكموهم ونكوبيو عليهم ونخرجوا ان ستاتيو دو لارتيست تاع الجزائر. هنا الاراده اللي تشوف اراده دوله عظمى كيما الجزائر ما كاش كيما قلت لك. شوف تفضل تفضل سي عبد القادر، تفضل. كنت بناها فيما يخص لو ستاتي دو لارتيست، لو 4 جوان 2004 قدمنا لو ستاتي في يد خالد التومي بحضور بن يوسف حطاب الله يرحمه، انايا سيدة نرجس ومجموعة كبيرة، كان معنا العربي زكال الله يرحمه، باسكو حنا كريينا النقابة، كان معنا بوجمع العنقيس العربي زكال الباهي فضالة سيدة نرجس بن يوسف حطاب، قدمناه في 2004 تعودنا قدمناه ثاني مرة في يد العبيدي بحضور مدام ساطور في 2014 كوبي تاع الستاتي بحضور الحبيب بوخليفة كان معنا. شكون كانت الإجابة تاعهم؟ مازالوا بعد نادية العبيدي بدات تخدم كانت تجاوب معنا، ولكن كي راح نادية العبيدي تعب ريحه بما طيب خلاص. معنا على الهواء مباشرة اتصال هاتفي مع الفنانة بهية رشدي. ألو مساء الخير سيدة بهية رشدي. الو اهلا وسهلا الاستاذ خالد وليد. اهلا وسهلا سيده بهية رشدي. موضوعنا لنهار اليوم او هذا المساء هو الفنان الجزائري الواقع المعاش والتحديات. انت كنت في اتحاد الفنانين الجزائريين اللي كان انا شخصيا يعني للامانه انا شخصيا ما سمعتش به ولم أسمع بي النتائج التي أثمر بها. في رأيك ماذا يحتاج الفنان الجزائري اليوم الذي يعاني للأسف من السكن، من الاحتيال، النصب، من قلة المشاريع؟ وا 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 تفضلي.
هو ماشي اتحاد، هو المجلس الوطني للفنون والثقافة. بقيت فيه فقط سنتين، وفي خلال سنتين قدرنا نحقق بعض الأشياء البسيطة جدا، وهي طبعا بطاقة الفنان أو لا كارت دارتيست، ثم بطاقة الضمان الاجتماعي. ولكن هذا لا يكفي أبدا، قائمة كبيرة، والزمن مضى وانقضى وما حققنا حتى شيء للأسف. للأسف احنا في الوقت اللي كنا احنا في المجلس هذا، كنا بين الشهر والشهر نتكلموا على موضوع واحد، والموضوع يطلع الوزارة، والوزارة يدوه رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية تعاود ترجعوا الوزارة، والوزارة تعاود ترجعوا للمجلس، وهكذا يعني سلسلة. كان سيدة بهية رشدي فقط للأمانة والوقوف على هذا التفصيل، كان هذا في عهد وزيرة الثقافة خالدة تومي؟ خالدة تومي ثم السيدة نادية العبيدي. طيب نعم. كان هذا في حقبة الحكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. طيب خلينا نوقف معك على هذا التفصيل، أنتم كنتوا يعني خلينا نقولها لك رعاة الفنان الجزائريين اللي طالبوا بحقوقه وتوقفوا على واجبات، وإن كانت واجبات يعني لابد أنه يقوم بواجباته أو لا. أنتم كجهة مسؤولة آنذاك، يا هل ترى ما هي المعوقات التي كانت تقف بينكم وبين تحقيق هذا الحلم اللي هو نقابة للفنانين الجزائريين؟ تفضلي. والله شوف أستاذ، هو كاين عدة عواقب. شوف المشكل الكبير احنا فينا احنا الفنانين. ذكر واحد الكلمة قالها الأستاذ اللي معك الفنان العزيز اللي نحبه كثير كثير، سيد بكروني، وتحية أيضا للسيدة سعاد، وأيضا لياسين، وأيضا للأخ المحترم عبد القادر حدوش. قال كلمة والله تأسفت لها كثير كثير كثير. قال كلمة أنه يخجل يقول أنه فنان جزائري. تعرف علاش يخجل؟ لأنه وهضموه، لأنه كسروه، لأنه ما خلوه شبان شعلة تحب تطفيها أنت بكل ما تملك من قوة. هذا الشيء اللي خلانا احنا للأسف ما نوصلش حتى نحقق نص مشكل من مشاكلنا العديدة والمتعددة اللي هي متراكمة من سنوات مضت وانقضت للأسف. شوف أنا ما كنتش مسؤولة، أنا عمري ما كنت مسؤولة، أنا كنت عضو فقط، جينا أوامر وكأننا نصوت عليها نقبلوها ولا ما نقبلوهاش، هي هكذا يعني نروح في هذاك المائدة المستديرة، ويقول لك تقول الوزارة كذا وكذا وكذا، ما رأيكم؟ نقول رأينا كذا وكذا، يقول لك أما لا، رأي الأخير يعود للوزارة. إذا علاش حطيتني؟ علاش حطيتني مادام أنا ما عنديش مصداقية، ما عنديش كلمة نقولها، ما عنديش رأي نمدو؟ هذا هو المشكل اللي خلانا خلال سنوات، ثلاث سنوات حققنا فقط بطاقة الفنان وبطاقة الضمان الاجتماعي. يا ترى احنا محتاجين فقط لهذه الأشياء؟ السيدة سعاد كانت تكلم على العقد المبرم بين الفنان والمنتج، حدث ولا حرج. العقد لما نقراوه احنا كل الصلاحيات والبنود للمنتج، واحنا نخرج ببلاش، ما عندنا حد مادة تحمي الفنان ولا مادة واحدة، كلها يقول كذا وكذا. يعني إذا كان تخليت على بند واحد يعاقبك، يعني صح. تقبل بك. وزين نقول لك حاجة أخرى، ما عندناش عقود، ما عندناش كاش واحد فينا يدي عقد نتاعه قبل ما يبدأ العمل أبدا، نجريو عليه حتى نشبعه، وفي بعض الأحيان ما يعطيه لكش، وإذا كان تعدى عليك على حرماتك وعلى حقك يقول لك روحي تشتكي. إذا شوف يا أخي، لابد الحل الوحيد هو عندنا في حوزتنا، أنه لازم علينا إن شاء الله بإذن الله نعمل نقابة. النقابة هذه مهمة كثير، مهمة بزاف. النقابة هي تحميك. احنا نتأسف لما تشوف انت
بعض المسؤولين على الثقافة كما قال السيد زايدي الآن، بعض المسؤولين على الثقافة لما يروح يدشن لك الساحة ويسميها طحطحة الفنانين، يا ترى احنا نستاهل فقط هذه الكلمة طحطحة؟ معناتها هي مساحة ليبيعوا فيها الغنم ويبيعوا فيها البقر ويبيعوا فيها الحمير حاشاكم وحاشا قدركم. أه؟ لما انت تشوف يسموا عليك قرية، هذاك واش تستاهل انت؟ علاش ما يسموش عليك مدينة الفنانين؟ ها؟ علاش ما يحطوش ساحة الفنانين أو مقام الفنانين؟ يحطوا عليك طحطاحة. يعني هذا الشيء راه قزموا فينا بأي طريقة. عنده الحق لما قال لك يخافوا منا. صح. يخافوا من الفنان. الفنان مثل ما قال الربيب المهيدي يخرج للشارع يحتضن الشعب، لأنه ضحى بالكثير، ضحى بالنفس والنفيس، ضحى بشبابه وخلى الفن من أولوياته حتى قدموا على عائلته في كثير من الأحيان فقط باش نرسم البسمة ونرسم الضحك على وجه ذلك المتفرج الفقير المعوز اللي محتاج إلى كلمة طيبة. صحيح. وإلى وجه حسن. إذا نحن نتألم نتعذب يا سيدي، نتعذب كثير كثير، ولكن عم أمبس طالبها درك احنا أقوى من الماضي. علينا فقط نحاول باش نخلق مجموعة من الفنانين والفنانات اللي عندهم قيمة وعندهم سمعة وعندهم مصداقية يمثلوك. صحيح أنه العيب فينا يا سيدي، صحيح أنه اللي فاتونا كنت نسمع فيهم يقولوا أنا مانيش مسحق بطاقة الفنان، أنا نمثل نفسي. هذا غلط، هذا غلط يا سيدي. كاين بعض الناس اللي يقول لك ما نحب حتى إنسان يمثلني، هذا غلط. احنا ما نمشوش في هذاك السياق، هذاك ما نمشوش بهذه الطريقة. احنا مثقفين، احنا فنانين، احنا رفعنا راية الوطن داخل وخارج الوطن. سيدة بهية رشدي، الفنان عزيز بوكروني معك، تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا بهية، واش راكي لاباس؟ عسلامة اخي عزيز، ربي يعيشك الله يطول عمرك. مرحبا. أنا برك سؤال، أني اسمع فيك يعني من قبيل، أني اسمع فيك بيان واش راكي تحكي. أنا شي برك اللي حبيت نتكلم على البطاقة، بطاقة الفنان. نعم. لأنه حتى البطاقة بحد ذاتها، نعم، لو كان اليوم رانا نتكلموا على النقابة اللي راكي تكلمي، نعم، عليها، واللي ربما كاين، أنا شخصيا حضرت يعني في لقاءات نتاع تأسيس نقابات نتاع سينمائيين نتاع ممثلين نتاع يعني عدة مرات، وكل خطرة وكل مرة يعني ساتومب ألو. لو كان يعني صح اليوم كاين نقابة لتحمي هاد الفنان، حتى البطاقة بحد ذاتها ما تعطاش هكذا. لا أبدا. اليوم صبحنا بطاقة فنان تعطى يعني والله يعني سمحي لي طرق اعتباطية. لما يعني هذا واقع ونقوله واليوم نتكلمه. انا دخلت بير وطابه ما عندهاش يعني قلت شهرين ولا 3 شهور ولا ما على باليش، ها يقابلني مول بير وطابه يقول لي صح الارتيس، يعني يشكر سي نورمال، وهذا بيهم احنا اللي رانا موجودين بهذا الجمهور وبهذا المحبه تاعهم لليوم. احنا رانا اليوم رانا وهذا هو الشيء، وكان غير هذا الشيء اللي ربما يزيد فينا، ربما كي يشوفك الجمهور برا ولا يشوفك لي فان تاعك برا ويكون راضي عليك ويتبسم لك وانت ترجع له هذيك الابتسامه، هي احلى حاجه. يعني ما نقولش خير من والو، ولكن هذاك ولي عاود يرجعنا الاعتبار اللي لازم الاعتبار يرجعه لك حتى العمل تاعك والناس اللي عملتي معاها والناس اللي انتجت الافلام، فالافلام يعني الاعمال الفنيه بصفه عامه. انا باش نرجع لك برك، يقابلني يقول لي واش راك لارتيست؟ قول له لا بس يعيشك. بعد يقول لي اسمح لي عندك كارت ارتيست؟ قلت له اي، وانا يعني بكل تواضع ماجلي واحد دو زون تروا زون والله العظيم، يعني انت تكلمتي كنت تقولي بلي لا ما لازمش نقبل وما يشت البطاقه هي اللي تجعل مني انا فنان اكسيتيرا اكسيتيرا. واحد الوقت انا كانت عندي هاد النظره يعني مانيش عارف، ولكن ناس فنانين ناس مسؤولين على الفن قالوا لي عزيز لم دير. بس هذا الشخص هذا لما يقول لي عندي كارطه ويجبد لي كارطه مقطعه تشمخت له ما على باليش وين تشمخت له، قال لي كيفاش نعاودها؟ قلت له واش تعاود؟ قال لي عندي لا كارت ارتيست، اي عندي هاي ليك.
يعني بكل احترام انا قلت له الى عندك روح عاود. تفضلي سيده باهيه رشدي. انا سيت ان اكزومبل الاخت باهيه. نعم تفضلي جاوبي سيده باهيه رشدي. نعم سيدي. شوف سيدي شوف عنده الحق سيد عزيز لما قال لك انه البطاقه تعطى تمنح لاي انسان مع حق. انا شخصيا ان شوفور تاكسي وراها لي قال لي لعبت فيغوران في ان فيلم قدمت الملف تاعي. عادي عادي دوك بوشي عنده خضر عنده كل واحد تلاقى مع واحد للاسف. لا هذه نقدر هذه بصراحه اذا كان طاحوا يعني في اللجنه الصحيحه تقدر تلغي هذه البطاقات وتخلق لنا بطاقات اخرى تعطى فقط للناس اللي حقيقه فنانين. المشكل راهو في 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 جهه واحده اخرى يا سي عزيز يا اخواني يا سيده سعاد يا اخواني الفنانين. رانا رايحين لواحد واحد المواقف نعيشها خطيره جدا. سيد حدوش واحد المره غادوا الحال مني. انا نحترمه كثير. الله يعيشك وانا نعزك اختي باهيه. نحترمه كثير. اذا كان تتذكر يا اخي اتصلت بك في يوم من الايام وكنا معروضين في كيف كيف في 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 القناه الدوليه اذاعه الدوليه قال لي انا مسؤول. احنا عندنا نقابه الفنانين تابعه لمن لاتحاد العام العمال. قلت له اسمح لي اولا انا لا اعترف بهذه الجمعيه بهذه الهيئه ثم الفنان علاش ينتمي الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين؟ ما عنده حتى علاقه الاتحاد العام للعمال الجزائريين عنده هموم العامل والعاملات. علاش حنا نروحوا نزحمهم ولا علاش حنا ننتمي الى هذه الشريحه؟ احنا فنانين احنا مثقفين المفروض تكون احنا تابعين لوزاره او لهيكل اخر تابع او عنده دخل بالثقافه وبالفن. شكرا جزيلا باهيه رشدي على هذا الاتصال. اعتذر لان وقت البرنامج لا يسمح لي كي نواصل الاتصال الهاتفي. شكرا جزيلا على كل التفاصيل التي أردفتها في سياق الحلقة حول الفنان الجزائري بين الواقع والتحديات. تفضل سي عبد القادر. أشكر أختي باهية على هذه الاتصال والتوضيحات. أنا كنت تكلمت معها في يوم من الأيام وكنا مرينا عبر القنوات. تكلمنا على شوية قالت لي يعني صح قالت لي بلي ما نقدرش أنا نكون يعني تحت هيئة هي الاتحاد العام. احنا ولكن كيف جات الفكرة باش تأسست النقابة تحت الاتحاد العام للعمال الجزائر؟ وتعرف بلي واش كان يقول خويا عزيز كانوا العديد من الفنانين قبل من 2001 يعني باش يأسسوا النقابة ولكن يوجدوا ديما صعوبات. احنا لجأنا الاتحاد العام بيكون يعني باش كغطاء فقط يعني باش يكون الصوت على مسموع. ولكن كانوا فنانين كبار اللي استنى ماشي كان لكن حطاب كان عربي زكال كان باهي فضالة كان تنرجس كان عيشاوي كان يعني رحتوا تحت غطاء لوجيتيا ربما راكو حاولتوا درتوا محاوله ورحتوا وصلنا درنا اشياء من بينهم من بينهم قبل ما تنخلق النقابه باش نديروا يعني في الصوره هكذا كاين امور اللي وصلت لهم النقابه. اولا قبل ما تنخلق النقابه كانت الديوان الوطني لحقوق المؤلف الا للملكيه الفكريه يعني المؤلف والملحن. من خلال انشاء النقابه في عهد يعني طوصار عبد الحكيم الله يذكره على خير ومازال مشاهد كان هو المدير العام تاع الديوان خلقنا المجاوره لتعنى بالممثل وتعنى بالموسيقي وتعنى بكذلك بالفن. وهذيك اللي دخلتنا في حيط في اعتقادي. معليش المجاوره معليش اسمح لي اسمح لي كان مشروع بصح ماشي المجاوره كي خلقت المجاوره معليش مع كل احتراماتي المجاوره هي اللي خلتنا ندخلوا في اشباه الفنانين اللي في كل مره سيده سعاد سبكي تتحدث عليه. تفضلي اشباه الفنانين اليوم في الجزائر خداو مكان الفنان الحقيقي. اسمح لي انا نتكلموا على الوضع الفنان الحقيقي صح
احنا رانا معروفين الفنانين الحقيقيين اللي مدوا ومازالهم يمدوا وخدمنا ومازلنا نخدموا، لكن باش تجيب لي انت شي فنان اللي ما دحر حتى حاجه في حياته ويكون هو الاول واقف يقول لك انا عندي 40 سنه خدمه منين اخويا؟ والله والله هذا النقاد والله في الحقوق في الحقوق خير منك شاك يمدوهم لنا خطره في العام في الحقوق يدي خير منك صح تكلمنا على المشروع هذا ما يعرفوش ميم با ما عندناش ميم با دي كاتيجوري يعني معاك كل واحد اون سي با خطره كان باز راه ما يخلصوش ولكن حياتي تنادي نادي قناه من القناه تكلمنا انتوما على صح وهدرنا وكانت ممثله نتاع نتاع لوندا حاضره وكذا وتكلمت تبعتك ولا بد قالها وتكلمت قلت انا حبيت نسال سؤال بسيط جدا انا الى اليوم عندي حقي كل عام حسب العمل اللي عملت عليه العام كامل اعطيني كل سو لي كريتير كاين والو كل باز ما نعرفش ما كاين والو نزيدو للعاد على العزيز ما عندهمش ما عندهمش ان اونتيل لي شوف لي برودكسيون ما كاش ان اونتيل لانه ما كاش دي كاتيجوري اون با لو سيستيم دو كاتيجوري قال هذا ممثل دو كاتيجوري 1 دو 2 دو 3 وكاين هذا اول كاتيجوري كيديروا يخسر من الناس سبحان الله بهذا بهذا الشيء هذا باش راح يجي راح يجي جوستومون اترافير اون كرياسيون دا فيريتابل سينديكا ان فيري سينديكا انديبوندون يكون والدوله لازم يعني تسيب عليها النقابه النقابه يا عزيز تحلوا المجال يا عزيز لو سينديكا النقابه نهار تكون عندنا نهار تكون عندنا نقابه في الجزائر عزيز تقدر تروح تخدم في تونس بلا ما تعطيك لوتوريزاسيون النقابه تاعهم تقدر تروح تخدم جامي. في الجزائر كل من هبه ودب ولا يجي يخدم في الجزائر صح. مخرجين توانسه مخرجين مغاربه مخرجين مصريين مخرجين سوريين بقره الجزائر والمخرجين الجزائريين الشوماج نتاعهم ما عندهمش شي يخدموا يقول لك يخدموا خير منا علاش كيجي مخرج اجنبي تعطوا له كاع الامكانيات ومخرج جزائري تقول له ما عنديش اخدم بكازمه شكون يجيبوا مثلي من مروك من تونس من مصر يخدموا وبلاد بلاد هما يخدموا على حنا عندنا 10 سنوات ما بانوش عليها 10 سنين شكون اللي دسع في اللهبيه 1974 هو اللي خسر حبينا يعني كملوا لي بيار 76 شوف المهرجان انا بالنسبه لهذه النقطه هذه باش ما نكونوش كذا تعرف البروبليم وراه عندنا حنا علاش هادو ما يجوا يخدموا وانا من انسان اللي نقول من حقه لانه باش تهضر على رياليزاتور باسكو رياليزاتور سي ان كرياتور ان كوميديان سي ان كرياتور بيان سور اي بو ترافاي بارتو وي اذا كان بصح كاين قانون كيدخل لديك البلاد يا ودي البروبلام راهش في القانون البروبلام راه في عدم التسويق احنا المسؤولين تاعنا ولا حتى المنتجين تاعنا ما قدروش انه يسوقوا صح سوق لي سعاد سوقك انت يسوق جو سيكي بهذا اللي تولي انت كيجي يخدم في الجزائر كيما يسوقكش عزيز كيما كيجي يخدم في الجزائر ما يسوقكش هو يجي يدير ويروح على بلادو يجي راني نهضر انت راك تقول علاش انا ما نقدرش نروح وتكوني الامكانيات اني نمثل ولا مخرج يقول لك تكوني الامكانيات باش نروح يعني نخدم جتراي سور ان فيلم تونيزيا ولا ماروكا ولا فرونسي ولا بو امبورت لانه حنا البروبلام فينا حنايا اللي ما عندناش ثقافه التسويق العمل الفني تاعك اسكو انت الافلام اللي راك تدور بها من ميزابار لي فيلم سينما لي لون ميتراج ولي لون ميتراج يعني محدودين عندو بعض المهرجانات اللي يكونوا ما يقدروش سوق اذا كنت انت سوق لي سوق لي يا سيد زيدي صح شكرا باش غدوه شكرا يكون شكرا بقات لنا دقائق معدودات كلمه اخيره تفضلي يا سعاد على بالك بعد هذا النقاش وش نقول لك نشوفوا لو بونور في هذا الميدان الفني حنايا كممثلين كمخرجين كمسؤولين حنا اون توجور اسبيري انا نقول لك صراحه انا من انا تعريت كما قالت زميله النضال تعرينا من زميله النضال تعرينا واش بقى زميله انو بريزونت اون لا بريزونت une comédienne qui m'a nidal c'est pour ça que d'après vous mon je pense qu'elle nous a donné un très ah oui oui une bonne gifle oui très belle leçon حنا نقولوا نقولوا اليد في اليد كفنانين فنانين ماشي شبه الفنانين يعني ثاني نقولها ونعاودها ماشي شبه الفنانين انا نقول ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكون يطلع علينا النور كفنانين بالك غدوه تفتح الباب جي ان بتيت اسبوار نقولوا ان شاء الله
ونقول لك انت شكرا وليد اللي عرفنا وشكرا للجمهور اللي سمعنا وسمحوا لنا يا الجمهور باسكو رانا نغلو الداخل هادو سنين وسنين ونشكر زملاء اللي راهم معايا ونشكر كل فنانين ماشي شبه الفنانين نشكر كل فنانين اللي يستاهلوا تفضل عزيز كلمه اخيره شوف انا برك بالنسبه للستاتيو انا نقول انا نقول باللي عباك باللي في في ال في ال كل انسان الى سون ستاتيو سوسيال اي بروفيسيونيل aujourd'hui le ministre il a son statut de ministre وبالمازال عنده من الفوق يعني avec les avantages bien sûr اي مدير اي خدام اي موظف اي كذا اذا كنت اليوم راك موظف هنايا عندك ton statut d'animateur etc الا الفنان اللي اللي يجيب اللي يجي يلاه كذا والله ما على بالوش اسكو لا كارت شيفا واحد الوقت انا نتكلم على واحد الوقت كان يقول لك اه صاي لو ستاتيو د لارتيست هم داروه كيفاش داروه هم عطاو لهم شيفا لا كارت شيفا كيف تعطي كيف ولي تعطي دي بروجي ولو تحفزوا باش يخدم تعطي له لي مويا باش يزيد يا شكرا شكرا تفضل يا والله شكرا خلونا شكرا تفضل يا وليد ساعه والله ما تكفي والله ما تكفي والله خاصه الوضع خاصه المتشعب كونسير الفنان الجزائري راح نرجع نفتح الموضوع اكيد في الحلقه القادمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاين مسؤولين ربما عندهم ضمير حي ويسمعوا ربما بالك يخمم في ان شاء الله باسكو رانا في 2019 على واحد 20 طون ولي شيخ وكذا نفكركم بلي ما كاش تفضل تفضل سعد القادر والله الموضوع متشعب وانا قبل كل شيء نشكركم على الدعوه ونطلب الشفاء لعائله الفنانين كاين كوكب اللي راه مرضى مساكن بعد ان شاء الله عبد الكريم بالخرف الله منهم دوله العشاشي منهم منهم واش اسمه فريده صابو الجيم كاع الفنانين شفاء عليكم كاع واني شاطر اختي العزيزه ان شاء الله تصفيها لي وان شاء الله من كل وهبه ودبها لي يصلح هذو الروعه شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا قبل ان اختم اود ان ابعث بتحيه خاصه وخالصه لاحد المتابعين الاوفياء لبرنامج نيو ميديا انيس احمد شكرا جزيلا على كل التعليقات التي تعتبر تاج على راسي انا شكرا جزيلا للفريق التقني الذي خدمكم مشاهدينا الكرام لنهار اليوم تحية خاصة وخالصة لكم إلى هنا مشاهدينا الكرام أتمنى من الله أن يعني ربي إن شاء الله يصلح حوال كل الفنانين الجزائريين والصحفيين الجزائريين في الجزائر الجديدة جزائر إن شاء الله سنعيش الكرامة ولا تكون فيها الشعار كما كان في الحقبة التي مضت شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام أنتم الذين تابعتمنا في هذا العدد الجديد نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله بموضوع آخر مع ضيوف آخرين إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا وليد حميش إلى اللقاء